خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتابع خلاله عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية. على رأس الملفات الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر محليا. تعالوا نروح سريعا نشوف مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع خلاله عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية. وأكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع أيضاً مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة لجهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر وتذليل المعوقات اللي بتواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة وسبل زيادة الإنتاج. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد تناول عدد من المحاور بشأن منظومة توزيع الألبان المدعمة، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن لحوكمة هذه المنظومة، وأيضاً الإجراءات الخاصة بربطها بباقي قواعد البيانات بما يتيح تدقيقها. مضيفاً أنه تم أيضاً مناقشة إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول بأسعار مناسبة وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقاً لقواعد محددة. امبارح وفي إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج العام 1445 هجرية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن وزارة الخارجية بتهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم ولم يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه، بضرورة التوجه لمقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بمنطقة جاردن سيتي 7 الشارع لازوغلي الدور الأول، وده لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم وتمهيداً لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية أو الدي أن أي من ذوي المفقودين. امبارح أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبي شامل بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان. وأضاف بيان الهيئة إنه بيتم إجراء الفحص الطبي الشامل مجاناً وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وده من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، وبيبدأ الفحص الطبي الشامل من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية، مروراً بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم.